السيدة فاطمة عبد السلام عايزة توجه سؤال للأستاذ عبد الوارث. تفضلي يا ست فاطمة. أستاذ عبد الوارث مساء الخير. أهلا وسهلا. بالنسبة لجميع أدوارك في السينما بتعيشنا كأب حنون وطيب، فدلوقتي عاوزين نعرف المزيد من عبد الوارث الحقيقي معانا بصراحة. عبد الوارث الحقيقي أنه كأب برضو يعني حنين برضو في جيل السينما. عبد الوارث الأب، يعني عايزة تعرفي عبد الوارث الأب الحقيقي. أيوه. طب اتفضلي ست فاطمة. الحقيقة أستاذ عبد الوارث مش معقول أنت هتجاوب على السؤال، نخلي حد من بناتك يجاوبوا عليه، مش كده؟ والله مفيش مانع. هو في الأستاذ عبد الوارث له بنتين أهم قاعدين هناك في الاستوديو معانا، السيدة لوتس والسيدة هاتور، أسماء جميلة جدا فرعونية. مين فيكم تحب تجاوب على السؤال؟ مدام لوتس ولا مدام هاتور؟ اتفضلي يا ست. اولا اللوتس هي الوردة اللوتس طبعا احنا عارفينها، زهرة اللوتس، زهرة اللوتس. وهاطور برضه ده اله من الجمال، اله الجمال عند الفراعنة القدام. الست فاطمة كان بتقول عايزين نعرف عبد الوارث عصر الاب الحقيقي مش الاب في التمثيليات. هو الاب الحقيقي اقدر الخصه في حاجتين اتنين. ايوه، يعني هو طول عمره، اولا عمرنا ما يعني عمره ما مثلا خوفنا منه كأب شديد او كده، او يعني لا يضرب ولا حاجة، كن كله خوفنا منه انه لحسن يزعل مننا، كنا نخاف منه لحسن يزعل مننا. تخافوا على زعله يعني؟ كنا نخاف على زعله قوي قوي، يعني كان اي حاجة نخاف لحسن يزعل، وكانت اقصى عقوبة يعملها لنا هو انه يخبي وشه مننا. يا سلام. وحاجة تانية تعودنا على الصراحة المتناهية، طول عمره كان صريح معانا جدا جدا جدا، يعني عمره ما كان غير الصراحة المتناهية معانا. حتى لو حد فيكم عمل ذنب يعني ما يكذبش؟ لا ما يكذبش، يخليه يقول بصراحة لأنه هو نفسه صريح معانا. يعني كنا يعني أي طلب نعوزه منه نيجي مثلا نقول له بابا عايزين معاك عندك كذا مثلا، عايزين عنده يقول ما عندوش، يقول لا ما عنديش، يبقى خلاص. يعني حتى من واحنا أطفال صغيرين يعني الصراحة والصدق والحب الحقيقي اللي هو العاطفة الصادقة هو الحقيقة. يعني ما هو بيطلع كده في الأفلام، يظهر أن الناس ما بتمثلش بالسينما، لا بتمثل شخصيتها الحقيقية. ويا ترى أستاذ عبد الوارث كجد دلوقتي بقى موقفه إيه؟ برضو بيدلع ولادكم قوي قوي كده؟ قوي قوي قوي. هو عنده 5 أحفاد. ايوه، اكبرهم 12 سنه اهو قاعد هناك اهو. ايوه، 2 من الكبار. البنت هي اللي كبيره، واصغر واحد فيهم لسه سنتين، عندها سنتين. طب يا ترى كنت بتشجع بناتك على التعليم يا استاذ عبد الوارث ولا ايه؟ كان بيعاقبكم لا تجيبوا نمر وحشه ولا يقول زي بعض بقى؟ لا هو يعني كان بيشجعنا على التعليم، على طيب استاذ عبد الوارث احنا يعني سعداء جدا ان احنا تعرفنا ببناتك الاثنين. طب انت شايف يعني البنات هم اللي فيهم البركه مش كده؟ قوي 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 كده ولا ايه؟ قوي والله. طيب يا ست لوتس احنا متشكرين قوي للقائك ده وسعداء بيه جدا. عبد الوارث، مين من ممثلات السينما لما بتمثل معاه دور الاب بتشعر انها فعلا بنتك؟ فاتن حمامه كده. بس دي يعني اقدر اقول ان ده له سبب، يعني انا بشعر شعور ما هوش مفتعل ولا حاجه، لان فاتن اشتغلت في الفيلم اللي عرض منه شويه ده اللي هو يوم سعيد. يوم سعيد كان صغير خالص، كانت عندها 6 سنين، ففي الوقت ده يعني كنت أشيلها على كتفي واجيب لها بونبوني وألعبها واجري وراها وتجري ورايا وهي بتأدي دورها في فيلم يوم سعيد ده. وبعدين كبرت قدامي بالشكل ده، أنا لما بشوفها بشعر بشعور صادق حقيقي، يعني ما بتكلفش أبدا بالمرة، وهي نفسها عندها نفس الإحساس، فإحنا ما بنتكلفش يعني ما فيش مش تمثيل. كبرت قدامك وفضلت تمثل الاب معها على طول لحد ما بقيت اب بحقه. بالظبط. طب احنا كنا شفنا لك فيلم معاه حلو قوي كان اسمه الملاك الظالم. الملاك اللي هي فاتن. وظالم لانه ظلمك انت الاب ودخلك السجن.
بشهادة حاجة زي كده. بالظبط. فاحنا هنقي مشهد يوري قد ايه انتوا صادقين في تمثيلكم لما بتمثلوا مع بعض. هي كانت دخلتك السجن لانها شهدت شهادة وهي طفلة صغيرة. اه. ومش دريانة طبعا. مش دريانة. ان الشهادة دي اللي سببت. شهدت بالصدق. من حيث لا تشعر ان هذا الصدق يوقع ابوها. تحت الدولاب اللي في اوضه المكتبه، وخد الدسيه اياه واديه للسواق. المفاتيح انا سبتها في الدولاب. ايوه دسيه ابراهيم، هشيله هنا في المكتب اضمن. اسمعي، اوعي تخلي حد يشوفك، خصوصا ناديه، فاهمه؟ ايوه فاهمه. حاضر، من عينيا. موديها فين؟ الأستاذ بهجت بعت طلبه بالتليفون وبعت القصة ياخده. هو بابا فين؟ في المكتب. يلزم حاجة أقول له يا فندم؟ لا أنا هضرب له التليفون. يلا يا قصة بسرعة قبل ما تنام في السكة. اجري يا شيخ. أستاذ عبد الوارث، قبل ما نختتم البرنامج كنا نحب نعرف إيه الأمنية اللي بتتمناها بعد العمر الطويل ده اللي قضيته أمام الشاشة. في أمنية لك ممكن نحققها لك أو تتمنى إنها تتحقق بالنسبة للفنان؟ والله أنا أتمنى إن الفنان ياخد حقه في بلدنا زي ما هو واخد حقه في البلاد الأخرى. فإحنا عندنا حالة غريبة الشكل قوي خالص. حق الأداء العلني ده بيعطى لكل اللي بيؤدوا أداء علني في جميع البلاد، حتى عندنا فيما عدا الممثل. المغني بيأخذ حق الأداء العلني، ولكن الممثل لا، في حين إن المغني بيغني لحن موضوع له وضعه له ملحن. الملحن بياخذ حق أداء، والمغني اللي هو قال اللحن بياخد حق أداء. الممثل بيؤدي العملين، بيلحن وبيغني. لأني أنا لما بلقي دور أنا بحضر الجمل بتاعته جملة جملة، وبعرف دي تلقى بأي نغمة ودي تلقى بأي نغمة، والانتقالات الصوتية تبقى فين، وأتنقل بين المناطق وبين بعضها فين، وأغير النغمة فين، وأغير الرتم فين. ده تلحين. فأنا بعمل العمليتين ولا بخدش حاجة. وأتمنى أيضا أن الفنان يعني يراعى في الأمكنة اللي بيشتغل فيها، أن يكون له وسائل راحة كافية، سواء في مسرح أو في التلفزيون أو في مثلا استوديوهات السينما، أو يعني غرفة جلوس أو مكان يقعد مثلاً فيه أثناء عبال ما يستعد للأداء مثلاً. لكن حق الأداء العلني ده هو موجود، حضرتك بتقول موجود بالنسبة للملحن والمغني. لكن مش موجود بالنسبة للممثل. مش موجود بالنسبة للممثل، موجود بالنسبة للمؤلف فقط. طبعا العموم هو مما لا شك فيه أن الفنان أستاذ عبد الوارث اكتسب حاجات كتير قوي مؤخرا، ما فيش شك. بس نرجو أن يكون دي كمان حاجة إضافية يكتسبها، وإن أمنيتك دي تتحقق. ما هو إحنا بنطلب الطلبات دي ليه؟ لأننا حاسين بإن الدولة بتدينا وبتكرمنا. ما خلتش حاجة إلا ما عملتها ويانا. إحنا فينا دلوقتي كام واحد يحملوا أوسمة من الأوسمة الكبيرة من أوسمة الدولة. فنرجو بقى إن بما إن ده كان لقائك لقاء صريح كده مع الجماهير، إن أمنيتك دي تتحقق. شكرا. أستاذ عبد الوارث، احنا عاجزين عن الشكر. واحنا نتمنى لك طول العمر، وانك تفضل تمثل لنا وتفضل معانا كده هو سنوات طويلة كمان، ونستفيد منك بمواهبك العديدة الغنية. ألف شكر. ده كان لقائنا سيداتي سادتي مع الأستاذ عبد الوارث العصر. و
لقائنا يوم الحد القادم حيكون مع نجمة من نجوم الشاشة. فحتى يوم الحد إن شاء الله نرجو لكم أوقات طيبة، ونرجو أن نلتقي مع نجمك المفضل. Thank you.